زمان نظرك ترجعي يا حياتي. أنا ماتت وليت. بعرف. الله يرحمها. على حقك فيها. هيك معلم وليد حرام. يا هلا. درون. مالك عندي شغل يا فاجرة. أمك ماتت من القهر يا فاجرة. بتعرفي شو عم بيقولوا بالضيعة؟ فاكريني أنا اللي بعتك لبرا لتشتغلي بالحرام يا واطية وتجيبي لي مصاري. بس أنت بتعرف أنا مش مظبوط. أنت بتعرف إني بريئة يا وليد. بريئة؟ ليه؟ ليه أنا ما إلي عين بقى أطلع بالناس؟ عرفتي كيف رام روما؟ عرفي الحالة اللي عايش فيها أنا هلا كيف؟ يا وليد أنت بتعرف إنه هيدا الشيء مش مظبوط. كذب؟ برا مني كشتك رامي أنت بحارة منك يا واطية. من وين جبتي الفرد؟ ما يكونوا العصابة تبع الدعارة مسلحينكم لتحموا حالكم فيهم. ها برافو. عندكم نقابة ولا بلا نقابة كمان؟ ريم طلعت بريئة ومعها ورقة براءة من المحكمة. لما بعدها على مطرح أمين بعيد عن إجرامكم رح أرجع وعلق نسخة من البراءة بكل الضيعة. ساعتها رح نشوف مين المجرم. هلا وع السيارة بسرعة. مرة طمعها. هلا صار واضح كثير الموضوع. انت تسببتي بمقتل ابراهيم ومي. هلا التميتوا على بعضكم يا شرفة؟ خلاص ريم اشرف منك. هلا وصلت يا عنتر؟ اخذتها الرئيسة الكبيرة. اسمعوني كتير منيح. انا بريء من هالخطبة كلها. يلا تشوف كل واحد من غابيته. انت كمان من هون. خالد انا ماشي. بدك مني شيء؟ ربنا يخليك يا رب. مبروك مره تانية. الله يبارك فيك. انا بصراحه مش فاهم ازاي تبيع معرض عربيات زي ده. درست الجدوى بتاعته بتقول انه يكسب ده. شو بدك ايه؟ نرجع بكلامنا من بعد ما مضينا العقود؟ لا يا عم لا نرجع في كلامنا ولا حاجه. بس تعمل حسابك لو احتجت اي استشاره اتصل بيك. من هالعين قبل هالعين. انت بالتلفن ونحن تحت الخدمه. ربنا يخليك يا رب. مع السلامه.
شو؟ طمنيني. ان شاء الله هلا بس يجي الدكتور بيطمنك بالعافية. دخيلك يا ربي خلص، ما بقى قصصهم لهم، قصصني لي. دخيلك يا ربي. شو الاخبار؟ وقعوا العقود. يعني ما سمع الكلام وعمل اللي براسه. بالنهايه هو اللي بده يندم. عرفت مين اللي اشترى؟ ابن رجل اعمال مصري اسمه اشرف رياض. لكان اجمع لي كل المعلومات الممكنة عنه وعن أبوه. اعتبر الموضوع مدي. نحن رح نحكي معه بالأول بالتفاهم. هذا إذا ما ركب راسه مثل صاحبنا. ساعتها بيكون عم بيجني على حاله. وذنبه جنبه. هي وعيت، منا بغيبوبة أبدا. بس نحن نيمناها لأنه لما وعيت كانت حالتها النفسية كتير تعبانة ومنهارة وحاولت تأذي حالها. عملنا لها صوت سكانر لراسها ولكل جسمها والحمد لله ما فيك صورة أبدا. شوية تردرد وجروحات. وهلا بس توعى بتتحسن كتير. جسديا ما في خطر، بس نفسيا في خطر كبير عليها. هلا ما بعرف مدام اذا بتعرفي انه في مجال تقدمي دعوه ضد يلي اعتدى عليها، وفيكي كمان تطلبي ينكشف عليها اذا في عمليه اغتصاب. لا لا لا، ما في داعي. اللي صار مع ريم مشكل عائلي لا اكثر ولا اقل. بس هيدا بيتخطى المشكل، هيدا عنف ومحاوله قتل. طبعا هيدا شيء بيرجع لك، فيكي ما تعملي شيء، وفيكي كمان تطلبي تقرير واضح وترفعي دعوة في ضد اللي اعتدى عليها. صراحة لأنه شاكك في عملية اغتصاب، في تراب كتير تحت ضفيرة، يمكن كانت بحرش بعيد أو كانت عم تحاول تهرب من حدا. لا لا لا، بس هي لما رجعت على البيت عرفت إنه أمها ماتت وفقدت عقلتها. مثل ما بدك مدام، على كل حال ما في خطر عليها، بس توعى فيها تظهر من المستشفى. الحمد لله على السلامة. شكرا دكتور. مش معاها نبرتك؟ معاها، لكن ما اتصلتش. انت عارف دي بنتي على قد حالها، مش حن المكالمات الدولية. عندك حق. سألت خالد؟ سألته برضو ما كلمتوش. انا عشان كده قلقان قوي. انا خايف يكونوا خدوا منها التليفون ولا حبسوها ولا انا مين عارف، يمكن يكونوا قتلوها. ايه ايه قتلوها؟ ايه حصلت؟ ايه التشاؤم ده؟ مش عارف يا اخي، انا ما حسيتش اني بحبها للدرجه دي غير لما سافرت. لا ما هو واضح يا اخي، انا عمري ما شفتك بالحاله دي ابدا. طب والعمل؟ الحقيقه مش عارف، بس انا برضو خايف يكون ده من تاثير نتسا عليك. حكايه نتسا هي حكايه ريم، لاني قلت لك قبل كده هم شخص واحد. كلامك ده بقى هو اللي مخوفني. اعقل يا كامل. ما انت عشان ما شفتش الاتنين بتقول كده. شفت؟ أديك قلت اتنين مش واحد.